59 دقيقة، وكنا في متابعة لفرحة البكالوريا، إيقاع النجاح في العائلة التونسية في مختلف النقاط. مشينا لتطاوين، مشينا لتونس العاصمة، توا باش نمشيو المنوبة مع منال ماجري اللي كانت في منزل واحد من المتفوقين من ولاية منوبة، اللي باش يحكي على تجربته. وتسمعنا زادة شنو قالت العائلة على هذا النجاح. منال أهلا وسهلا ومرحبا. صباح الفل ليليا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. في البدايه خلينا نهنيو ساعة ناجحين في اختبار البكالوريا، الف مبروك لكل الناجحين، يا ربي وحظ موفق، زد للمؤجلين دوره المراقبه. احنا كالعاده الاذاعه الوطنيه التونسيه باش نشاركوا الناجحين فرحه نجاح، وانا توا متواجده في منزل احد الناجحين في مدينه تبربه اللي هو محمد يوسف بوذير، بكالوريا اعلاميه، تحصل على معدل 17.81 اللي هو الأول في الشعب نتاعه في معهد حنا بعل. حبينا نحكي معها شوية. محمد يوسف مرحبا بك. مرحبا بك عايش، صباح خير. الحمد لله. كيفاش تلقيت النتيجة هكا والخبر؟ قاعد تستنى بشغف السنيس؟ والله كلنا استنينا معناها بشغف، نصلي في وسط الركعة الثانية ونسمع النوتيفيكاسيون، ووقتها قلبي دف دف. كملت صليت، تعيد بالرسمي وقتها خاطر حسيت الأمر الواقع. كملت صليت، حليت التليفون، نلقى الريزلتا الحمد لله. الحمد لله. ما رقدتش ميلا ليلة الريزلتا؟ والله تصورت روحي ما نرقدش ليلة الريزلتا، قد مرتاح نجمت نرقد، مش بسهولة اللي تصوروها الناس، كلما الحمد لله نجمت نرقد وقمت سافا الحمد لله. قولي 17.81، انت الاول في الشعبة متاعك، شعبة إعلامية في معهد حنا بعل اللي هو معهد عمومي، راهو نقول الناس ماهوش معهد نموذجي تقرأ، يعطيك الصحة. كان مفاجئ المعدل، كنت تنتظر ما أكثر، كنت أقل تتصور شو؟ والله من أول عام عملنا هدف، وبشوية بشوية مع الخدمة الهدف بدي يعلى، ما كانش من كما أول عام كما آخر العام، ماشي ونطلع ونشوف حتى في وسط العام النتائج، والحمد لله ويت فيزي أعلى معناها، وجبت معدل سنوي 17.88، والحمد لله ذاك حطيت الهدف فينا 18، ما مشيتش 18، جيت 17.81 الحمد لله. قريبة شنو 18 و 17.81 سنة معناها وصلت خلاص. فرحان، الحمد لله، مقتنع، راضي من بعد الرضا الحمد لله. الحمد لله يا ربي. خدمة كما حكيت أنت من أول العام حطيت طموح في بالك، لكن زيادة مش خدمة عام كهو، يظلي من السنوات الابتدائي وانت قاعد تخدم وتطمح للقدام، تحب تتميز. الطموح هو منتوج العمل، كي أنا جاي يعني باز به. أنا كنت الوزين مات على فكرة، كملت الوزين مات بعدك بدلت أنفوخة، حسيت الوسط الخير عندي باش نتألق، والحمد لله الخدمة من أول عام كان ريتم معناها متصاعد شوية مش إكستريم، بدينا بشوية وماشيين ونزيد ونزيد وصلنا لريتم كونستان. بريد ريفيزيون نخدمه في الماتير كيما الماتير برانسيبال كيما السكوندي كيما الاختيارية، كيف نفس الريتم معناها، مش ركزت على البرانسيبال بيان سور، ديما البرانسيبال يخذ حظها أكثر، أما يتسمى معناها عمل متوازن على اللي ماتيا الكل، والحمد لله خاطر اللي اخذت معناها يريفز مليح في وسط العام يلقى روحه في بيريود ريفيزيون مرتاح، وكلنا كيما اللي باش يجيب معدل متوسط كيما القوي كلنا باش في بيريود ريفيزيون باش يخدموا بريسك فرد خدمه، اللي يفرق هو الخدمه الاولى والباز نتاعك والدوزيام والتروازيام. تقرا اون جروب تراجع ولا وحدك؟ والله القرايه انا ماذا بيا لوحدي خير، نفهم روحي خير ونعرف شنو هو لازمني شنو مش لازمني، نتواصل مع روحي معناها في روحي، نعرف النقائص نتاعي ونعرف حاجة اللي انا باهي فيها. تبقى اون جروب لازمه فيش ساعات صاحبك يعطيك نظره انت ما عندكش منها، تبدا انت حاجه واحد فيها ولا يصير سي حتى عند احسن التلامذه، تولي تسال صاحبك حتى يعطيك نصيحه حتى هو مش فاهم بالضبط فيش يعمل، معناها يعطيك نصيحه تعاونك. الترافايون جروب بخلاف فما امبيونس فما عينه، تخدموا مع بعضكم تهزوا بعضكم الحمد لله اصحاب. يعني خدمت عليه من الزوز، انت رجعت وحدك وفي نفس الوقت زاد فما جروب قاعد. المراوحه لازمه في كل شيء، ما بين الخدمه وحدك وخدمه مع اصحابك، ولازم تختار اصحاب باهين وتعمل جروب. الحمد لله عملت جروب باهي وفقني ورجعنا مع بعضنا وعاوننا بعضنا في برشا حاجات. يعطيك الصحه. قولي توا طموحك شنو بالضبط؟ تخمم باش تخرج تقرا لبرا؟ شنو هو الاختصاص اللي تخمم تكمل تقرا فيه؟ والله المكثر نخمم نقرا لبرا، توا ولا مش توا هذاك مازلنا ما نعرفوش. المكثر نحب ان شاء الله نمشي لينسات، نكمل نقرا السيكل نتاعي كامل، بعد كنشوف انجينيورا وان شاء الله تمشي بريقله وان شاء الله نخرج. قدرت ربي لاباس ان شاء الله عقبال الدكتوراه. الف مبروك مره اخرى محمد يوسف. صح.
المجهود هذايا مش مجهود انت كهو، اكيد عائلتك زيدة بوك وامك تعبين زيدة ومضحين معك، نتصوره مجهود مسؤولية مشتركة بينكم الكل. حبيت نخو راي الوالد، والد محمد يوسف بحذينا، خنسمع منه تعبك يوسف في المراجعة في التحضير ولا قليل. الحمد لله على النجاح والتوفيق، الحمد لله على الامتياز. وبالنسبة لمحمد يوسف، نعمة من عند ربي كونه هو انسان مسؤول متميز في تفكيره، منضبط متخلق، هو تحط من الصغرى على السكة تلهينا به، عنده gratitude envers ses parents. هذه اللي بتاتر بعض الكلام ده ما يفهموهاش، أما هو عنده cette gratitude envers ses parents envers sa famille. وهو ما هوش حتى في حياته ما هوش متطلب، ما هوش متكلف، يعيش ببساطة، تفكيره مركز، اهتماماته ما هيش سبيانية، يعني اهتماماته ساعات ما هيش متاع عمره. الامتياز متاعه محتاجش برشا مصاريف من أبوه وامه، محتاجش برشا كتب، برشا مصروف، avec le minimum on peut معناها exceller parfaitement. وهو خدم depuis longtemps. الامتياز متاعه كان من السنة الثالثة سنة الرابعة ابتداء بدا الامتياز يظهر، والحمد لله مع الانكادرمون متاعيان ومتاع أمه كنا نوريه فيه، نقولوا له رأي في بلو باش تنجح بعشرة ولا تاخذ الباك، توا وقتنا توا في الظروف اللي نعيشوا فيها يلزمك الامتياز، ما تمتازش المنظومة اللي موجودة توا يلزمك تمتاز باش تحصل حاجة، ما تمتازش ما تحصل حتى شيء. هو ربي يوفقه وخدم. نصيحة للكلام ذا بصفة عامة، راهو ما يلزمش إنسان معناه يخدم ليل ونهار باش يتميز، تعرف كيفاش تخدم، هو يعرف كيفاش يخدم. أمور مادية راهو ما عملش برشا تيوت، وموش اللي قتل روحه بالقراية، راهو يخدم أليز شهرين قبل الباك، عمل البرنامج نتاعو جوسكا أون سومان ولا دي جور قبل الباك، قلت له توا ولدي ما عادش تراه قرا، نحبك ترقد لي ال 11 تاع الليل تفيق السبعة، باش وقت اللي انت تونترين باش وقت اللي تبدا لك لي سيسيون تاع الباك، تبدا لي زيكزاما، مجبور تقوم السبعة تاع الصباح تلقى روحك اون فورم. وقت اللي تكون انت اون فورم فيزيك باش تلقى روحك اون فورم مونتال وتنجم تركز. انا ننصح تلام ذا كوالي ما يرهقوش رواحهم سيرتو في العشر ايام الاخرانيه. يعطيك الصحه، ان شاء الله مبروك عايشة. مره اخرى عايشة. محمد يوسف الف مبروك، يعطيك الصحه على الدكتوراه، وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب يا ربي ان شاء الله باذن الله. عايش بالتوفيق تلامذة تونس الكل، ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله يتميزوا ونحبوا لهم كان النجاح ان شاء الله. يعطيكم الصحه، شكرا لك هكا ليليا كملنا، وهذا يا جو الفرحه في دار محمد يوسف بظهير. شكرا 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 لك وان شاء الله لكم زي. شكرا لضيوفك، ان شاء الله ديما فرحه النجاح قائمه في الديار التونسيه، ونقولوا حظ سعيد للمؤجلين، نفكروا فيكم أيضا للناس اللي ما توفقتش إن شاء الله في فرصة أخرى العام الجاي وإلا في مجال آخر من مجالات الحياة. نستسمحكم نحب نهني وإحنا في الإذاعة الوطنية زملائنا نورة بوعليق، نجاح ابنها حمزة، زميلتنا نجوى الطالبي أيضا نجاح ابنها، إن شاء الله ديما بالتميز والنجاح والتوفيق. نرجع لكم في الساعة الثانية من قضية رأي عام.